بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين أعزائي المشاهدين متابعين الكرام. أسعد الله مساءكم بكل خير، نحييكم بأجمل تحية، تحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. تواصلنا في هذا المساء مع تحديات سن الحقائق مع هذه الأشواط المفتوحة. أجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، انطلق بحفظ الله وتوفيقه عاشر الأشواط المسائية. هذا هو شوط خاص بالقعدان لنتابع معكم مدار الأربع كيلومتر وما يحمل من منافسة وتحدي مع سن الحقائق. الجائزة سيارة. نتابع مسار هذا الشوط ونبدأ مع المركز الأول مباشرة مع تقدم متباهي على مقدمة الشوط من هجني أم الزبار بقيادة مبارك بن محمد بن صرير، من يقدم متباهي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما النقلة إلى ثاني المراكز. لنتابع في هذه اللحظات التقدم من الوسمي بشعار هجني أم الزبار حمد بن سالم بن زهرة، من يتابع في عملية التضمير ناخذ المركز الثالث. نتابع في هذه اللحظات مع ثالث المراكز مشاهدين الكرام متابعينا إلى فاضل، هذا هو لماح اللي خذ المركز الثالث بشعار هجن أم الزبار وضمن حمد بن سالم بن زاهر أيضا، بينما في المركز الرابع رابع المراكز حاضر القادم في هذه اللحظات محتلا لرابع المراكز من هجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، ولكن عتيم من تدخل في هذه اللحظات بشعار هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير. ونشاهد أيضا التقدم من أشقر لصاحب السمو الملك الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود، ومن يتابع في عمليه التضمير سعود بن محمد الرزق العجمي، اللي يتابع ايضا تقدم انطلاقه هذا الشعار الحاضر في هذا المساء وفي هذا المهرجان هنا في ارضيه ميدان الشحانيه. ما شاء الله المراكز الخمس المتقدمه، لنتابع معكم الاثاره المنافسه الحاضره مع هذه الاسماء مع هذه الشعارات في هذا المساء الجميل. عوده الى الصداره الى المركز الاول، يا سلام اشقر اشقر اشقر، انتقل نقله جميله الى مقدمه هذا الشوط بشعار صاحب السمو الملك الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود، السعود بن محمد الرزق العجمي في المتابعه في التضمير، من يقدم لنا اشقر على مقدمه الشوط لوحه ال 1500 غادرناها بقياده اشقر الشوط حتى هذه اللحظات. عتيم على المركز الثاني من هجني ام الزبار مبارك بن محمد بن صرير يتابع في عملية التضمير، حازم قادم في أول ندى محتلا لثالث المراكز من هجني أم الزبار وبقيادة محمد بن بخيت بن برقان، من يتابع انطلاقة حازم على المركز الثالث المركز الرابع. نشاهد معكم متابعين الكرام القدوم في هذه اللحظات من رعد القادم بشعار سعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن سعود الثاني محتلا لرابع المراكز المركز الخامس، خامس المراكز غياض من هجني أم الزبار بمتابعة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. هذه النتيجة، هذه الأسماء المتقدمة، ولكن العودة إلى صدارة الشوط، هذه لوحة الكيلومتر الأخير غادرناها ما شاء الله، العودة إلى الصدارة شعار هجني أم الزبار غير في هذه اللحظات مع عتيم، بدأ يتقدم عتيم على المركز الأول يقود هذه الأسماء، ينطلق بالصدارة الأولى. ما شاء الله الأداء جميل، الاندفاع رائع هنا مع اللحظات المثيرة، وعتيم عتيم على مقدمة هذا الشوط من هجري أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير، من يتابع عتيم، من يقدم عتيم على المركز الأول بهذا الاندفاع الجميل. أشقر على المركز الثاني، أشقر في ثاني المراكز، ولكن يا سلام يا سلام أيضا الحضور من حازم، حازم بشعار هجري أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان، من يقدم حازم على المركز الثاني، اللحظات المثيرة، أشقر في ثالث المراكز، ولكن عتيم على الصدارة
الصدارة على المركز الأول في اللحظات المثيرة. حازم وعتيم شعار هجن أم الزبار بمقدمة الشوط، ولكن من هناك عتيم وحازم، حازم قادم 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 في اللحظات المثيرة. ثنائي جميل ما بين حازم وعتيم بشعار هجن أم الزبار، ولكن هنا أيضا محمد بن مخيد بن برقان الصارم من يقدم هذه الانطلاقة الجميلة. سلام سلام سلام، تهانينا لهجري أم الزبار على فوز حازم بالمركز الأول. شكرا لمحمد بن مخيد بن برقان اللي قدم حازم في هذا الشوط، تهانينا والناموس المركز الثاني. كان مع عتيم بشعار هجري أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير، وثالث المراكز وصل اشقر لصاحب السمو الملك الامير عبد العزيز بن سعود ال سعود، وبمتابعه سعود بن محمد ال رزق العجمي. والمركز الرابع، رابع المراكز كان من نصيب متعب لسعاده الشيخ حمد بن احمد بن سلطان الثاني، سالم بن محمد بن علي الجربوع المري كان في المتابعه والتضمير. المركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول من عنيد بشعار يزيح السلم، خالد بالمر بالحلوى الكتبي كان في عمليه التضمير. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء. متابعينا الكرام، شاهدنا هذا الشوط وتابعنا المنافسة والتحدي الجميل في اللحظات الأخيرة، ولكن كان الفوز والانتصار من نصيب حازم وتوقيته الزمني 6 دقائق وثانية واحدة 85 جزء من الثانية. تهانينا لهجني أم الزبار، تهانينا للمضامن محمد بن مخيد بن برقان اللي قدم حازم في هذا الشوط، بينما في المركز الثاني كان عتيم بتوقيت 6 دقائق 22 جزء من الثانية. تهانينا لهجني أم الزبار ولمضمنه مبارك بن محمد بن صرير اللي قدم عتيم في المركز الثاني. ثالث المراكز كان من نصيب، كان من نصيب اشقر وتوقيته 6 دقائق 5 ثواني 73 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصاحب السمو الملك الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود، وتهانينا لسعود بن محمد ال رزق العجمي.